مرحبا برج الحوت، أهلا فيكم في القراءة العامة. أعزائي، هاي القراءة راح تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري. أوكي، إنزين، هاي القراءة راح تكون عامة، يعني ما راح تكون مخصصة حق علاقة أو حق بزنس، راح تكون بشكل عام إلى أي موضوع أنت يا برج الحوت حاطه في بالك وتريد أن تقبل عليه. ممكن يكون موضوع بخصوص الأهل، بخصوص البزنس، الدراسة، أو أي شيء ثاني. ما راح أخصص أو أقسم القراءات من يوم رايح. برج الحوت، انتو هني بشكل عام في هاي الشهر مقبلين على او راح تجدون نفسكم في مفترق طرق، يا ان تنتقلون حق الحياة الجديدة اللي انتو تتمنونها وتحسون في نداء، في صار نداء، في قبول للامنية اللي انتو تمنيتوها من قبل. ابتدت الامور تتضح امامكم، وابتدت ايضا يصير في نوع من الدعوة، ولكن عندكم نوع من الخوف خلال هاي الشهر ان تنطلقون في هاي الرحلة الجديدة، لان اشوف هني اغلب مصادر الخوف قاعدة تأتي من خوفكم من الاشخاص المحيطين فيكم، خوفكم منهم ومن رايهم في هاي الخطوة الكبيرة اللي انتم مقبلين عليها. اذا قدرتوا تتخلصون وتتغلبون على هاي الخوف او على الجهل، الجهل هو عدم المعرفة، لان خلال هالشهر ترى انتم راح تاخذون اول خطوة ومو كل الأجوبة راح تكون أمامكم، يعني ما راح تملك الجواب لجميع الأسئلة بالضبط ولا الحسابات لجميع الأمور، ولكن أنت عارف في قرارة قلبك يا برج الحوت أن هاي الخطوة لابد أن تأخذها، عارفها ومتمنيها من زمان. ابتدت هاي الخطوة تتضح أمامك، ولكن هل راح تستطيع تتغلب على خوفك؟ نبتدي في أول أسبوع. أول أسبوع الكرت اللي طلع لك هني يقول لك clean it up، كرت التنظيف، تنظيف الحياة، الانتهاء من القديم حتى على مستوى الطاقة. لو كان مثال، بعطيكم مثال، ان مثلا دولاب الملابس، شلون لما يكون مكتظ بالملابس مهما دخلنا عليه ملابس جديدة واشتريناها راح يظل نوعا ما طاقة قديمة، لان ما تخلصنا من كم كبير من الملابس القديمة اللي ما نحتاجها، اللي صغرت علينا، اللي شخص ثاني ممكن يحتاجها اكثر منا. اوكي، لحد الآن احنا متمسكين بالقديم، متمسكين بالشيء اللي لبسناه وايد ارتحنا فيه. مرة ثانية اعيد واقول لكم، ممكن يكون هاي علاقة بالنسبة لكم، وظيفة، بزنس، متمسكين في منطقة الراحة خوفا من ان تقدمون على هاي التغيير اللي فيه نوع من المجهول. clean it up يشجعك هذا الكرت ان تتخلص من القديم وتدخل في الجديد، لا سيما ان عندك كرتين من التارو يوضحون هذا الكرت، وهو كرت النجمة. مثل ما تعرفون أنا دائما أذكر لكم اسم الكرت عشان أنتوا بروحكم، ممكن حتى في التارو رسالة خاصة لكم أنتوا ما يعرفها إلا أنتوا. مثلا تتعاملون مع شخص من برج الدلو، هني شخص عندنا من الأبراج المائية أيضا، ولكن كرت النجمة هو كرت يعطيك الأمل. مو بس يعطيك الأمل، في أول أسبوع هني، وإن كان إقدامك، إن كنت أنت بتدخل في الشيء الجديد، بتقدم على الفرصة الجديدة، أحسك هنا يا برج الحوت مستعد أن تستثمر مالا ووقتا في هاي الفرصة الجديدة، ولكن التارو قاعد يقول لك ما راح تقدر تقدم عليها، لأن هنا عندنا فارس الأكواب، ما راح تقدر تقدم عليها وأنت محمل بالكثير من متاع الماضي. اعتبر نفسك في رحلة طيارة، وقوانين السفر إن ما يعطونك غير حمولة 25 كيلو فقط، حمولة معينة، مستوى معين، ما تقدر تطلع أكثر منه، راح تكون ثقيل، راح تكون رحلتك أصعب، وإن كنت راح توصل راح يأخذك وقت أطول. في أمنية قديمة في بالك، ممكن تكون على مستوى الزواج والحب، أو حتى تنتقل إلى نوع من المشروع الإبداعي، تبي تستقل بنفسك في وظيفة. أحس هني أنا قاعدة أخاطب شخص من برج الحوت لطالما كانت عنده أمنية في مجال معين إنه يدخل هذا المجال، هو عارف إنه عنده الموهبة، عارف إنه يمتلك ما يحتاج الوضع، ولكن لحين ما دخل في هاي المجال. ممكن يكون مجال بزنس جديد لك، أو الاستقلال من الوظيفة إلى وضع تجاري، إلى مشروعك الخاص. أوكي، ننتقل إلى طاقة الأسبوع الثاني. عندنا هني الكارت اللي يقول regeneration. regeneration هي خلنا نقول
الحياة الجديدة، لأن هذا الكرت مثل ما تشوفون الزرعة اللي توها قاعدة تنبت، أوكي؟ توها 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 تبرعم، أول ورقة تبرعم عندنا، مصاحب بثلاثة السيوف و بيج اوف وانز، الغصن الصغير. انزين راح أقول لك شنو يعني لك هاي أنت يا برج الحوت. في الأسبوع الثاني إذا أخذت الخطوة الجريئة للدخول في هاي المشروع، أوكي، إذا قررت إنك خلاص صامل، شنو اللي راح تلاقيه؟ أو شنو اللي راح، خلي أقول لك شنو اللي راح يكلفك مقابل إنك تأخذ هاي الخطوة الجريئة؟ مثلاً تنهي علاقة قديمة استثمرت فيها وايد، تنهي وظيفة حالية عندك، أو تبتدي تستثمر جهودك، لأن هذا الأغصان جهودك ووقتك تبتدي تحطها في مكان ثاني، تزرع، راح يكون عندك زرع، معناته فعلا هنا عندك الفارس، الفارس اللي يقبل. ولكن قلت لك إقبالك ما راح يقدر يصير إذا عندك حمولة كثيرة. تقبل، تشيل الأشياء المهمة معاك، ممكن إنك مفكر إنك تهاجر أو تنقل إلى مدينة ثانية، تنقل إلى وضع جديد، دولة ثانية. هني ترى يشجعك إن تأخذ فقط الأشياء المهمة. عن شنو راح تضطر تتخلف؟ الأسبوع الثاني يكلمك عن شنو راح تضطر تتركه ورا ظهرك، أو شنو راح يكلفك الموضوع، نجاحك، الشيء اللي طالما تمنيته لنفسك، عشان نكون صريحين مع بعض، لأن كل شيء يكلف شيء. ثلاثة السيوف، في أشخاص راح ينقلبون عليك أنت لطالما فكرت إن أهم أصحابك، إن أهم يدعمونك، إن أهم يتمنون لك الخير. كارت أحس فيه نوع من الحسد، نوع من الغيرة، نوع من إن ما راح يدعمونك، ممكن يكونون حتى أهلك ما يشجعونك على هاي الخطوة خوفا، خوفا عليك. لكن أنت هني دام عندك النجمة في قرارة نفسك، أنت عارف إن الموضوع راح ينجح، موضوع عارف إنه مستحيل تخسر فيه، لأن فيه موطن قوتك، أوكي؟ الأسبوع الثاني هني يتطلب منك إن أنت تركز كل طاقتك وجهدك، ما تتشتت، كل طاقتك وجهدك تحطها في مو دراسة وإنما في توجيهها للموضوع الجديد. تزرع، تزرع معناته في هني أحس في ثلاثة السيوف أصوات تحاول تخوفك من هذه الخطوة الجديدة خلال شهر أكتوبر. إنزين إذا قدرت تتغلب عليهم، تعطيهم ظهرك هني، إنزين، وفعلا تثبت وجودك في المجال الجديد، تثبت وجودك. دائما أحس هاي طاقة النارية، طاقة الثقة. الأسبوع الثاني عشان تحصد أو عشان تبتدي زرعتك تكبر، تبتدي تشوف نوع من النتائج في هاي المجال، سواء مجال الحب، الزواج، لأن عندنا هني بعد كارت السولميت، ممكن يكون حتى شيء بالنسبة لك أنت حب وزواج. لازم المخاوف تتغلب عليها، مخاوفك الخاصة والمخاوف اللي قاعدة تيك من الآخرين. في أحس هني أشخاص يحاولون يخوفونك، بعضهم يخوفونك بطيب نية خايفين عليك، وبعضهم يخوفونك لأنه ما يتمنون لك الخير، ما يبونك تطلع من جناحهم. هني الغصن الصغير، غصن المراهق، هذا توك أنت في أول خطوة، صح؟ توك طالع من تحت جناح أحد، من تحت وظيفة، أوكي، من تحت أسرة، من تحت والدينك، من تحت أصدقائك. أحس هني برج الحوت أخذ عجلة السيارة، لفها لفها بعيد عن الموكب اللي هو كان موجود فيه، واستقل بنفسه. هذا اللي راح يكلفك في في الفرصة الجديدة عشان تحصد الثمار، عشان تتحقق أمنيتك هني اللي أنت تمنيتها من زمان. يتطلب منك الموضوع شجاعة مثل ما قلت لك. ننتقل إلى طاقة الأسبوع الثالث للشهر، شنو راح يكون عندنا؟ عندنا to the sea. دائما من أشوف قارب، الصورة هني راح أقربها لكم، راح يكون في الأسبوع الثالث نوع من العزلة، نوع من العزلة. يعني بما أنك هني تقريبا في الأسبوع الثاني للشهر، ممكن حتى خلال شهر سبتمبر، أنت already صارحت أو بيّنت رغبتك في الاستقلال بنفسك وتنفيذ هاي الخطوة اللي طالما أنت متمنيها، راح تشوف هني خلاص يتفلترون الناس عندك، يصير في تصفية. ثلاثة السيوف يعني اللي ما يتمنون لك الخير راح بسرعة تتضح لك الرؤية، يبتعدون عنك، واللي خايفين عليك بعد راح يشوفون ان انت ما تسمع الكلام ويبتعدون عنك، فراح تصير عندك خلوة او وحدة.
يعتمد على انت شلون تستغل الطاقة، نوع من تشوف انت في القارب وانت بروحك تذسي، نوع من الانطلاقة. التحذير الوحيد هني ان انت ما تنظر وراء، ما تشوف خلفك، خلاص ما تفكر في اللي تركته ورا ظهرك. ما ادري ليش احس وايد منكم هاي الخطوة الجديدة راح تقيدكم الى نوع من الانتقال، الانتقال الجسدي حتى، من دولة الى دولة، من سكن الى سكن، من تحت جناح احد الى جناح احد اخر، او حتى ان انت تكون مستقل تماما، مستقل تماما في عملك الخاص. وهني الطاقة اللي قاعد احسها ان انت قادر، يعني انت صار لك سنين وايد في هاي المجال او في هاي العلاقة، جمعت الخبرة اللي تبيها، سواء حق زواج، حق مشروع، حق خلاص تستقل بنفسك. فعشان كذي في ناس هني ما يتمنون ان انت تاخذ هاي الخبرة لنفسك وتبتعد فيها عنهم، يتمنون ان تظل الخبرة او تظل تحت جناحهم. انزين، راح يكون فيها نوع من الوحدة، عندنا هني رقم 7، نوع من الانتظار، خلاص انت زرعت في الاسبوع الثاني وهني تنتظر. مصاحبة بكارتين من التارو، عندنا Page of Swords الخماسي الأول. حط بالك هني أنت يا برج الحوت، لأن هذين الأشخاص وإن كانوا تركوك وحيدا لكن عينهم عليك، لأن عندنا سيف المراهق، سيف الجاسوس، يظلون ما أدري، أحس هني شيء يخص السمعة، يحاولون إنه يخربون، ما بقول لك يخربون سمعتك، ولكن دائما حاطين عينهم عليك، كأنما لو كان مثلا اللي أنت مقبل عليه مشروع أو انتقال إلى مدينة ثانية أو وظيفة أجدد وأقوى، منصب أقوى، إنزين راح يكون في نوع من إنه يحرصون إن أنت ما تخطي خطوة ما تحصل على إن عندك الخماسي الأول، ما تحصل على حتى أمنية تتحقق عندك أو شيء يدخل حتى في حسابك البنكي إلا هم يريدون أن يعرفون عنه. جدا حريصين إن أنت ما تخطو خطوة دام ان انت وحيد. هني في 7 طاقة الانتظار في الاسبوع الثالث، ما ادري ليش كأن انت تنتظر الموافقة، تنتظر ان ينتهون من مشاورات الاشخاص اللي معنيين، اوكي، سواء قلت لك زواج، علاقة، عمل، في هني مشاورات. هني انت زرعت ما امامك في الاسبوع الثالث الا فقط ان انت تختلي بنفسك وتظل في مرحلة هدوء، الماي هني هذا، انزين، ولكن ورا هاي الهدوء اللي صاير في الماي في اشخاص ترى وان تركوك ولكن عينهم عليك، عينهم على اي مردود مادي، اي فرصة جديدة، كان اذنهم مفتوحة تجاه برج الحوت، ويحرصون انه ما يحصل على شيء الا هم يدرون عنه، التقصي، التجسس، اوكي. فانت احرص خلال الاسبوع الثالث ان انت تكون فعلا مختلي بنفسك، ما تسمح لاي اشخاص يتقربون منك بدافع الحسد والغيرة مجرد عشان يأخذون أخبارك. إن عندك الخماسي الأول، هذا الخماسي يبين لي إن أمامك، شوف، إذا أنت تتمنى يا برج الحوت حب، تتمنى زواج، تتمنى نجاح كبير، قفزة كبيرة، الخماسي الأول يعني مو قفزة صغيرة، مو شيء بسيط، تطور بسيط، لا، من إنك تكون ولا شيء في هذا المجال الجديد، اوكي، تصير شيء بين يوم وليلة، تغيير كبير، مرة واحدة العجلة تتحرك. انزين، هني راح تشوفهم بسرعة هاي الاشخاص اللي تركوك وعطوك ظهرهم يوم من الايام، يحاولون يتقصون اخبارك او يتقربون منك، ولكن مو بدافع الحب، مو بدافع الاهتمام الحقيقي، بدافع الحسد، بدافع ان دايما يحرصون هني في شخص معين، يحرص ان انت ما تتحسن حياتك بعيد عنه او افضل منه. لو مثلا انت ابتعدت هنا عن شركة معينة انت تشتغل فيها واستقليت بنفسك في مشروعك الخاص في شركة مختلفة، يحرص ان انت كنا بس يبي يعرف ان اوضاعك في المكان الجديد مو احسن عن الاوضاع القديمة. ليش هنا طلعت لنا الزرعة يا برج الحوت؟ لان في شخص كان يعرف ان التربة القديمة، نكرت التنظيف، لا تنسى التربة القديمة ما عادت تسع أحلامك وطموحك وحتى قدراتك، ولكن في نفس الوقت مع أنه يعرف أن المكان القديم، الشخص القديم ما عاد يناسبك، ما عاد يخدمك، ولكن بعد ما يبيك تتوسع،
كأنك صاير سمكة كبيرة في حوض صغير، أو سمكة كبيرة في بحيرة صغيرة. ما عادت البيئة القديمة تخدمك، وهذا الشخص يعرف ولكن ما يبيك تصير أحسن منه. نوع من الحسد، نوع من إنه يتقرب منك مجرد عشان يعرف أخبارك. كن حذر بخصوص النجاحات، خلها مخفية، أوكي؟ ممكن شيء تقوله للناس اللي بالضبط اللي يسألونك عنه. خلك غامض، خلك في خلوة إنزين بخصوص ما هي النجاحات اللي راح تأتيك والفرص بالضبط اللي أنت مقبل عليها خلال هالشهر. يعني مثلا حتى لو أنت بتنتقل وبتفتح بزنس، لا تعطيهم بالضبط موقعك، لا تعطيهم بالضبط تفاصيل العمل، اسم الشركة، اسم المنصب، الراتب، أوكي، اسم الشخص اللي أنت راح ترتبط فيه أو متقدم لك. التفاصيل خلها مخفية. هذه طاقة الأسبوع الثالث. الأسبوع الرابع السولميتس، إن أنت تقر عينك. السولميتس مو فقط إن أنت تحصل على الشخص اللي تتمناه، لا، الأمنية اللي ابتدينا فيها خلال هذا الشهر، كرت النجمة برج الدلو، هي اللي تتحقق. خلاص ما عاد في ستراجل، ما عاد في تعب سحب وشد، أوكي، أو تضارب حتى. خلاص من نشوف الخماسي معناته الشيء يتحقق على أرض الواقع. السولميت مصاحب بكرت العالم وملك الأكواب. كرت العالم يقول لي هني إن ما أدري ليش، ولكن احتمال إن أنت حتى توسعك في هاي المجال راح يصير سريع لدرجة يستدعي منك إن أنت تسافر، أو لدرجة إن ينصبونك شخص تسافر تصير مرسول، تصير موجه، أو تصير حتى ممثل لمجال عملك، ممثل لوطنك، ممثل للشركة اللي أنت انتقلت لها، ممثل. إذا كان هاي الشيء بالنسبة لك علاقة، فأنت هني بيصير لك كأنما منصب جديد في حياة، أو منصب زين، مكانتك في حياة الأشخاص اللي أنت دخلت عندهم، مكانتك جدا قوية، لأن كرت العالم مصاحب بملك الأكواب. أوكي، من الأشخاص، من هني قلت لك مثل السمكة الكبيرة في الحوض الصغير، إلى أنك تكون بالعكس سمكة كبيرة ولكن في محيط، في أرض جدا خصبة، مع أشخاص جدا يقدرونك. نهاية الصراع، على نهاية شهر أكتوبر راح تمر إن شاء الله بمرحلة فيها خلاص راحة، تنتهي الأشياء الصعبة، تنتهي مرحلة عدم التقدير، تنتهي حتى مرحلة البحث، مهما كانت هاي الفرصة تعني لك عزيزي برج الحوت. راح أسحب لك الحين كرت الطاقة الحيوانية، نشوف شنو يطلع لك خلال هاي الشهر. الدولفين دائما نقول الدولفين انه هو يحب المتعة، يحب المغامرة، ولكن ايضا من الحيوانات اللي مسالمة، تثق، اوكي، تثق، وحيوانات ما تتخبى في الاعماق بعادتها، من النوع اللي نشاهدها بشكل طبيعي، نقدر نشوفها، يعني مو مثل الحوت، مو مثل الحيوانات الثانية اللي تكون دائما في عمق البحر. احس هني الطاقة الحيوانية تقول لك أنا أنت لا تكون واضح للعيان، أوكي، في الفترة القادمة حاول أن نوعا ما تحركاتك تكون خفية. طاقتك الإيجابية خلال هالشهر، لأن عندنا هني طاقة المياه، أنت في عنصرك، أنت برج مائي وطلع لك حيوان مائي، بما معناه لا تخلي أحد يشككك في اتجاهك اللي أنت حاطة في بالك، إيمانك. ابتدينا في شيء خص الأماني ومعرفتك لقدرتك الخاصة، لا تخلي أحد يشككك فيه، أنت على الطريق الصحيح، أنت في مكانك الصحيح، وأنت مقبل على الشيء اللي فعلا أنت تستحقه. لا تسمع، لا تخلي أحد، لأن هني أحس أن الدولفين محاط بنوع من الدوامات أو الدائرات حوله، لا تخلي أحد يقيدك. الطاقة الحيوانية تقول لك لا تخلي أحد يقيدك، دائما الدولفين يسافر في جماعات وعنده عائلة، أنت مقبل على أن تدخل في مرحلة راح تجد فيها مو بس الشخص اللي تتمنى عاطفيا، الأشخاص اللي يستحقونك. مثلا لو كان زواج، حتى أهله
يقدرونك. لو كان مكان عمل جديد، حتى مكان العمل الجديد تلاقي فيه نوع جديد، نوع مكانة مختلفة من الاحترام انت ما تعودها في المكان القديم. اوكي، لو كانت دولة جديدة، لو كانت